كلما تقلصت مساحة سيطرتهم على الأرض يلجؤون للانتقام من المدنيين. كغيرها من المحافظات، لا يزال أبناء محافظة الجوف تحت مرمى القذائف التي توجهها الميليشيا صوب المناطق السكنية، علها ترفع معنويات مقاتليها بعدما لم تجد حيلة في استعادة المواقع التي فقدوها خلال المواجهات السابقة. وفي ظل تركيز أنظار العالم إلى الشق السياسي وإمكانية أن يفضي إلى طريق سلام، تواصل الميليشيا قصفها على العزل لتكون محافظة الجوف محطة أخرى للانتهاكات. يأتي هذا القصف بعد تحرير الجيش والمقاومة مواقع عسكرية في عدة أماكن، أهمها مديرية الغيل التي تعد أحد أهم معاقل الميليشيا في المحافظة. وعلاوة على النتائج العسكرية المترتبة على تقدم الجيش الوطني والمقاومة، أغارت طائرة التحالف على مواقع في جبل حام الاستراتيجي، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من أفراد الميليشيا. يوم بعد آخر تتسع الأرض التي يسيطر عليها الجيش الوطني في الجوف، ولم يعد يملك الحوثيون في المعادلة العسكرية غير الانسحاب والتراجع أو البقاء وقصف الأبرياء.